السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طيبين؟ هذا يا أخواني اليوم العصر تقريبا الساعة يعني قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبا، أنا في المحل وجاء هذا اللي تشوفونه أمامكم الآن، هذا هو هذا الشخص ده، شوف بكل ثقة لابس له ما شاء الله البدلة وحاط التعريف حقه، ويقول إني مندوب حق شركة تكافل الجزيرة، وأعطيته كل شيء، قلت ما ده يعني خاص ده من أكيد، حتى الرجال قال عطني الاسم، قام ونقل الأسماء وبدأ يكتب على أنها شركة، شركة موثقة، وأعطاني سند عليها وأعطاني كل شيء. وللأسف سبحان الله أنا أعطيته المبلغ من هنا، طبعا أخذ مني 400 ريال وجاري أخذ منه 200 ريال، وبدأ يسجل وخذ كل شيء وراح. بعد صلاة المغرب دقيت على الأرقام قلت بتأكد عشان باقي، لأنه يقول واحد ب200 واثنين والثاني مجانا، يعني الواحد يصير ب100، وخذت على عدد يعني العائلة، وللأسف طلع نصاب، وشكله مو بأنا بس فقط الحالي، مر على كذا ناس، أنا وخوي بس اللي جار اللي جنبي أخذ منا 600 ريال، هذا اليوم 600 ريال، تخيلوا يعني لو مر 6 7 8 وأخذ منهم مبالغ، هذا كم يدخل في اليوم؟ تقريبا يدخل له يعني ما لا يقل عن 5000 4000، وهذا شغله على الناس، هذا ينبغي أن يقبض عليه من الدولة، ولأن شركته هذه دخلت عليها في النت وقالوا طبعا النت ودخلت واتصلت، طبعا كل الأرقام اللي حاطها وهمية وغير صحيحة، ودخلت على النت وأثرها مصور في النت، حتى لو دخلتهم جزيرة تكافل يطلع لكم على طول، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى نوثق هذه ونرسلها إن شاء الله للجهة المسؤولة.